بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائنا في حلقة موضوعها المتخلفين والشرذمة والأولاد والصبية. لك إذا كان تؤذي جيرانها بلسانها هي في النار لا خير فيها. فكل إنسان يشتم الآخر هو في النار، شرذمة من التخلف ما أنزل الله بها من سلطان. هو طبعا أحد الأغبياء المتخلفين. يا جرار أيها المتخلف من هذه الشرذمة، المرجفون والكاذبون، سخيف مبتذل، شرذمة متخلف والوقاحة والمرجفين. جاء المتخلفون السلفيون، يا متخلف سوى حمار ما بيعرف، وفكر خارج تغطية وتخلف فكري، وليس بالصلوات الخمسة تطمئن القلوب، وليس لهؤلاء المتخلفين. بس هو أبو اللحية ما بده إياك هي تنحل كل مشاكلك. كذابين، هذه الصاعقة بالنسبة إلى هؤلاء السلفيين أصحاب العمائم واللحى. هؤلاء الأغبياء أيها الشلة الأغبياء الشرذمة، يا غبي أيها الفاسق الفاجر أيها الوقح، ما عنده لا ذرة أخلاق ولا ذرة إيمان وعامل حاله مفتي، شرذمة من التخلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أسوة حسنة لهؤلاء المتخلفين السلفيين. يقول الرسول أسوة حسنة لمين؟ بيحط لي طاقية بيضة كان أصلها أسود، وسخافات وسخافات هزيلة، لا يشتم أحد مثل هؤلاء السفلة، لا تسمعوا لهؤلاء الشرذمة السخيفة. قسما بالله عميان على الحقيقة، هو بالذات هذا المتخلف عميان، عميان خالص. المرجفون وأيها الأعمى هنا ما عندهم عقل ولا وعي، شرذمة من الغباء يا أولي التخلف. أيها الكاذب الفاجر، صلى الله وسلم على صاحب الخلق العظيم. نعم، إنها المخدرات.